وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. أهلا ومرحبا بك دكتور. كما يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. مرحبا بك معنا سيد حاتم. حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور فالح. يعني رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يلمح إلى مسؤولية الطائرات الصهيونية عن قصف معسكر الصقر جنوبي بغداد. هل يشمل هذا التلميح تفجير قاعدة بلد الذي حصل اليوم في محافظة صلاح الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه الضربات السابقة وضربة اليوم هي متشابهة من حيث الدور ومن حيث الأداء، وأعتقد أن هذا وأن ما يجري هو جزء من الصراع على العراق، وهو تبادل الأدوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل. أعتقد أنه هذه الضربات هي ضربات أمريكية ولكنها بيد إسرائيلية. هناك تبادل أدوار، تبادل في الوظائف. إسرائيل الآن تفعل الولايات المتحدة ما فعلتها أمريكا لإسرائيل في أزمان أو في أوقات أخرى. الولايات المتحدة لا تستطيع أن تجاهر أو لا تستطيع أن تقول أنها تريد أن تضرب هذه القاعدة أو تلك القاعدة في العراق، لأن هذا قد يفتح الأبواب على أمور كثيرة جدا كل الأطراف ليست مستعدة الآن للدخول فيها. وبالتالي إذا تم تكليف إسرائيل بهذه المهمة، فإسرائيل هي الطرف السائب كما يمكن أن نقول، الذي يمكن أن يعربد وأن يفعل بدون أن يتلقى رد. ولكن إذا الولايات المتحدة هي من يقوم بهذا العمل، ستكون هناك مضاعفات كثيرة. نحن نتحدث طبعا بالتأكيد على العراق، لا سوريا ولا اليمن ولا مكان آخر، في العراق والصراع والتنافس على العراق. بالمناسبة دكتور، هذا التلميح جاء بعد صمت صهيوني لفترة. هل تعتقد أن التلميح يتضمن مسؤولية سابقة عن القصف السابق وعن غارات لاحقة قد تكون على مواقع أخرى؟ هذا صحيح، لأنه نتنياهو عندما قال أنه نحن نستطيع أن نصل إلى إيران وإيران ليست بمأمن، هذا معناته نحن من فعل وسيفعل وفعلنا. وبالتأكيد كما قلت أنه هذا نوع من تبادل الأدوار بين الولايات المتحدة، بين واشنطن وبين تل أبيب، من أجل يعني تمرير الأهداف المرسومة في الوضع. الوضع في العراق حساس جدا، دقيق جدا، أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى تداعيات لا يمكن السيطرة عليها. كل الأطراف الآن لا تستطيع أن تخوض مواجهة داخل العراق، لأنه كل واحدة من هذه الأطراف عندها بدائل، ولكن هذه البدائل ليست لا تقود بالضرورة إلى حسم الموقف لطرف معين. أنتقل إليك سيادة العقيد. نواب يطالبون الحكومة بشراء منظومة S-400 الروسية لمواجهة الضربات الجوية. برأيكم إلى أي مدى ترى إمكانية بيع روسيا هذه المنظومة، وكيف تتوقعون رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك؟ نعم، تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله. بداية دعني أقول بأن العراق الآن لا يمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على كشف أو التقاط الاختراقات الجوية التي تجري في الأجواء العراقية، وبالتالي حتى لو كانت هناك طائرات قد أتت من خارج الحدود لغرض ضرب أو قصف أهداف معينة في العراق، فلا يمكن لوزارة الدفاع العراقية أن تقوم بكشف هذه الطائرات. وحتى وإن كشفت هذه الطائرات فلا توجد منظومة دفاع جوي قادرة على معالجة هذه الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت الأجواء بدون موافقة الحكومة العراقية. هذا أولا. المسألة الثانية، إذا استخدمت إسرائيل الطائرات F-35، فأعتقد بأن الطائرة لا يمكن للرادارات الموجودة في المنطقة أن تكتشف هذه الطائرات، حتى الرادارات الحديثة. وبالتالي نحن أمام عجز وفشل كبير جدا للحكومة العراقية. وهنا السؤال، ماذا يفعل التحالف الدولي في العراق؟ ما هو مصير الاتفاقية الأمنية التي جرت ما بين حكومة بغداد وما بين الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن لماذا تتواجد هذه الأعداد الكبيرة والطائرات وكثير من القطاعات العسكرية في العراق إذا لم يتم تأمين الأجواء العراقية؟ نحن أمام عجز حكومي كامل وشلل لمنظومة الدفاع الجوي العراقية بسبب فساد منظومة التسليح العراقية لطوال فترة طويلة استمرت منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، رغم امتلاك العراق المخدرات المالية التي يمكن فيها أن يقوم بتجديد
منظومات الدفاع الجوي بحيث يصبح بمصاف الدول المتقدمة لامتلاك مثل هذه المنظومات. أما الآن فأنا أعتقد بأن هذا الصراخ الذي نسمعه اليوم، يعني هناك تصريح لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي يقول بأن القصف جاء بطائرات إسرائيلية. طيب ما هو رد الحكومة؟ لما هو رد الحكومة؟ ما هو رد وزارة الدفاع؟ ما هو رد قوات التحالف الدولي؟ ما هو عمل القيادة المشتركة في العراق؟ أنا أعتقد بأن هناك حقيقة إشكال كبير جدا في عملية إدارة الدولة. هناك صراع يجري على أرض العراق بإرادة دولية مع أطراف خارجية. أما بالنسبة للحشد الشعبي فأنا أعتقد بأن التهديدات على الرد في السابق وأننا سنكون مع إيران، هذه الضربات تتوالى عليكم، أين رد الميليشيات عليها؟ لا يوجد رد. نحن أمام إشكال كبير جدا. أما مسألة الأسعار 400 التي يريدون أن يأتون بها، هذه يجب أن تكون ضمن تخطيط استراتيجي شامل للقوات الأمنية والعسكرية بتجديد هذه المنظومة بحيث تكون هناك خبرات وتكون هناك مهارات وتكون هناك إمكانيات حقيقية لاستخدام مثل هذه. ثاني، إذا جاءوا بهذه المنظومة، تأتي هذه المنظومة مع وجود قوات التحالف الدولي، لن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للعراق بامتلاك مثل هذه المنظومات وهو جاسم على أرض العراق بأعداد كبيرة جدا. دكتور فالح، في الحقيقة هناك مشكلة كبيرة في استهداف هذه المواقع، فهي توجد وسط المدنيين العراقيين، وبالتالي أصبح الأمر وكأن المواطنين العراقيين هم دروع بشرية من أجل هذه لحماية هذه الميليشيات. ما تأثير ذلك على المواطن العراقي الذي خاصة إذا تكررت هذه الاستهدافات؟ يعني كما قلنا في مناسبة سابقة، المواطن العراقي هو الضحية، وهو ضحية ليس فقط في هذا الاتجاه، هو ضحية يومية، ضحية للفساد الاقتصادي، التربوي، الصحي، التعليمي، من كل النواحي. يعني لا يعرف المواطن العراقي من أين تأتيه الضربات، من أين تأتيه النكبات، من أين تأتيه المصائب. هذه واحدة فقط، ولكن أنا أخشى من شيء. يعني إذا لم نتحدث عن قاعدة بلد باعتبارها قاعدة عسكرية قديمة وهي موجودة ومكانها، لكن لو تحدثنا عن قواعد أخرى فعلا داخل المدن، يعني أنا كنت أشاهد فيديو عرضت قناة الرافدين قبل فترة، الضربة الأخيرة اللي في الدورة في أبو تشير معسكر الصقر. نعم، يعني رأيتم كيف الناس كانوا يهربون؟ هذا أيضا أنا أربطه بنوع من 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 مقاصد التغيير الديموغرافي. الناس سيهربون هذه المناطق، يعني سيفرون من هذه المناطق، وبالتالي سيخلون هذه الأماكن، لأنه حقيقة هناك رعب كبير جدا. وكما قلنا سابقا، النظام الوطني في العراق قبل 2003 اتهم بأنه كان يعني يتخذ المدنيين دروع بشرية، وكان يقولون أنه كان يخبئ الأسلحة والكذا. ولكن كما قلنا أيضا سابقا، كان هناك قضية وطنية، كان هناك عدوان خارجي. أما اليوم ما هو المبرر؟ أنا الشعب يتأذى من وجود أسلحة إيرانية لا ناقة لي فيها ولا جمل، ماذا يستفيد العراقي من سلاح إيراني مخبأ من دولة كما تسمى بين قوسين جارة تخبأ؟ وهي أيضا كما يقول مراقبون ليست لحماية المواطن العراقي بل لترهيبه، يعني ترهيبه وضد المواطن العراقي ومن أجل محق العراق وتدميره وجعله يعني إذا بقى الحال على هكذا ونأمل أن لا يبقى، يعني بعد 20-30 سنة لا يبقى هناك لا عراقيين ولا عراق. سيادة العقيد، إيران تنشر منظومات دفاع جوي بعيدة المدى على الحدود العراقية، كيف ترون هذا السلوك في ظل التوتر بين إيران وأمريكا؟ لا شك بأن إيران تحاول أن تؤمن منظومة دفاع جوي لأراضيها، وهذه نشوفها حق مشروع بالنسبة لإيران أن تمتلك مثل هذه المنظومات وأن تقوم بنشرها في الأماكن التي تراها مناسبة، لأن هي تعتبر بأنه القطعات العسكرية أو القوة الجوية المتواجدة في العراق قد تشكل تهديد بالنسبة لها في الفترة المقبلة، علما بأنه أنا أعتقد بأنه إيران هي محاطة بقواعد أمريكية في أفغانستان وفي العراق وفي تركيا وفي الخليج العربي، بجميع دول الخليج العربي تقريبا، يعني توجد لديها قواعد عسكرية ولديها إمكانيات أن تقوم باستخدام الطائرات المتواجدة في هذه القواعد إذا ما كان هناك قرار عسكري باستخدامها لضرب إيران. وبالتالي أنا أعتقد أنه نشر هذه المنظومة هي إجراءات طبيعية تقوم بها إيران في هذه الفترة. ولكن السؤال هو بأنه اليوم، يعني عندما جرى الحادث قام وزير الدفاع بزيارة ميدانية إلى قاعدة بلد الجوية،
ثم في التفجير السابق في معسكر الصقر قام رئيس الوزراء بزيارة ميدانية أيضا إلى موقع الحادث. هذه الزيارات لا قيمة لها، لا قيمة لها على المستوى العسكري أو المستوى الاستراتيجي. أنت تزور بعد أن يكون الحادث، ما الذي سيستجد أو ما الذي ستفعل؟ أنتم عاجزون أصلا عن 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 عن, عن مواكبة الأحداث في العراق أو على أن تكونوا مؤثرين. أنتم الآن عبارة عن حقيقة عبارة عن تابعين لأجندة خارجية، سواء كانت الحكومة أو سواء كانت ميليشيات الحشد الشعبي. أنا أعتقد بأن مراكز القوى في العراق هي مراكز متعددة، وهذه المراكز أنا أعتقد بأنها تتبع جهات خارجية، وبالتالي لن تكون هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع كل التهديدات المحيطة في العراق. هناك أطراف داخلية وهناك أطراف خارجية لا تريد للجيش العراقي أن يكون جيش وطني وجيش نظامي وقادر على الدفاع عن الأرض وعن سماء العراق وعن البحر. إذا نحن نتكلم حقيقة عن أجندة خارجية تريد ضعاف العراق وإبقائه ساحة للتدخلات الخارجية. فلذلك أنا أعتقد بأنه ستبقى هذه الإشكالات طالما الحكومة ضعيفة وطالما القطعات العسكرية غير قادرة على مسك زمام الأمور. نعم دكتور فالح، غارات تستهدف معسكرات، يبدو أن هناك أحداثيات تمتلكها دولة الاحتلال، وهذه هذا أمر خطير. هل ثمت من يزود هذه الدولة بتلك الأحداثيات، أم أنها تمتلك طائرات مسيرة وأقمار صناعية فوق العراق وبالتالي تحصل على كل شيء بشكل مباشر؟ يعني هذا سؤال مهم جدا، ويكاد يعني يكون هو يعني الفيصل لفهم ما يجري في العراق الآن. يعني واهم من الآن نسمع كلام يتردد، يتم ترديده، أن العراق أو النظام القائم في العراق أصبح نظاما قويا، وهو يمتلك مثلا 1,000,000 تحت السلاح، هكذا نسمع ميليشيات وسلاح وكذا، لكن هم يغفلون عن أنه العراق الآن في أضعف حالاته، لأنه هناك عدد غير محدود من القوى التي لا يمكن لك أن تقول أنها تتبع جهة واحدة. هناك قوى متعددة، منذ 2003 الولايات المتحدة قوة الاحتلال الرئيسية سعت إلى بناء قوتها الخاصة بها من خلال عملاء ومن خلال وكلاء، وإيران بالتأكيد سعت إلى بناء قوتها، بل حتى قوى إقليمية غير إيران سعت إلى بناء قوتها، تداخل استخباري عجيب هناك في العراق. وبالتالي من يزعم أنه يمتلك القوة فهو واهم جدا. أول شيء، لا توجد دولة مركزية في العراق. قبل 2003 كان هناك جيش قوي جدا، حتى أرجع إلى 89 مثلا 90، يعني قبل الأحداث في الكويت، كان هناك جيش قوي جدا، عقيدة عسكرية واحدة، قيادة مركزية واحدة، دولة واحدة. لك أن تقول أن العراق كان قويا، وكان قويا بالفعل، حتى أن إسرائيل كانت تتردد في فعل أي شيء باستثناء الغارة التي وقعت المفاعل النووي عام 80، كان الوضع مختلف. الآن هناك جيوش ميليشيات متداخلة الولاء، لو تم فرز الولاءات في العراق الآن يعني لتعجبت من هذه الولاءات. كثير منهم الآن ممكن يؤيدون الولايات المتحدة الأمريكية، وقسم منهم يؤيدون إيران، وقسم يؤيدون دول إقليمية أخرى، وهكذا. لا توجد لا قيادة عسكرية واحدة ولا دولة واحدة ولا جيش واحد ولا ميليشيا، هناك تداخل، وبالتالي هناك خيانة كبيرة جدا. والغمز الآن في الفترة الأخيرة، الغمز من قناة ما يسمى الجيش، طبعا هذا جيش يقولون جيش بريمر، وهو كلام صحيح طبعا، جيش دمج، جيش بريمر، ليس هو جيش اللي نعرفه مثلا اللي قاتل واللي كذا، ولكن مع ذلك الغامز من قناة الجيش ماذا يراد منه؟ يراد منه القول أن هناك خونة يتعاونون، وما الخيانة أو التهمة اللي وجهت لقائد عمليات الأنبار الفلاحي، الجنرال الفلاحي، إلا في هذا الباب. هم يريدون أن يقولون أن هناك خيار، وبالفعل هناك، ليس الفلاحي، هناك بالفعل تداخلات كثيرة في الولاءات تجعل قضية الإحداثيات والمعلومات، ولهذا لا يمكن الجزم. حتى إيران واهمة إذا هي ظنت أن هي قوية في العراق، العراق ليس فيه طرف قوي، وكل الأطراف إذا دخلت في محنة وفي ورطة، دخلت في صراع، ستكون هناك ورطة كبيرة. كل طبعا عنده بدائل، ولكن هذه البدائل ليست بسيطة ومكلفة. تمام سيادة العقيد، هذه الضربة التي وجهت اليوم إلى معسكر بلد هي الرابعة ضد معسكرات تابعة لميليشيات الحشد، هل تعتقدون أن الضربة الأمريكية لإيران لن تكون لها بشكل مباشر، لكن ستكون ضد أذرعها، وبدأت بالفعل
بالضربات العسكرية التي تحصل في العراق؟ نعم، حقيقة قد تكون هناك يعني تصعيد كبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نعم. ولكن على أرض الواقع لحد هذه اللحظة الجميع يمارس ضبط النفس، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، والطرفين لا يريدون أن يبدؤون بهذه المنازلة أو بهذه الحرب، وكل يريد الطرف الآخر أن يكون هو البادئ في هذه القضية. لذلك أنا أرى بأنه حتى القرار رد الميليشيات في العراق بعد أن ضربت لها 4 أكداس هو لا تمتلك قيادات الحشد ولا يمتلك رئيس الوزراء، وإنما القرار يأتي من إيران، لأن هذه الميليشيات هي تتبع إلى إيران، سواء كانت مرجعية دينية أو سواء كانت كقيادة عسكرية. فسليماني هو الذي يقود هذه الميليشيات، ورأينا كيف كان في الفترة السابقة يجول في العراق تحت حماية الطائرات الأمريكية. أنا أعتقد بأن التخادم الأمريكي كان كبير جدا في الفترة السابقة، ولكن لحد هذه اللحظة أنا أعتقد بأن الطرفين لا يحاولون أن يبدؤون أي منازلة في المنطقة، وإنما يريد الطرف الآخر أن يبدأ هو هذه المنازلة. أنا بالحقيقة في تعليق بسيط على قائد القوة الجوية الإيرانية الذي تغنى في عام 80 بالقوة الجوية الإيرانية، ويبدو أنه نسي بأنه من 80 إلى عام 88 صقور الجو العراقيين فرضوا سيادة جوية كاملة على الأراضي الإيرانية، ودمروا القوة الجوية ودمروا القدرة الاقتصادية الإيرانية، وأخرجوا جزيرة خرج من 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 الميدان الاقتصادي الإيراني. يبدو بأنه إيران تنسى فترة الثمانينات وتحاول الآن أن تظهر كأنها قوية، ولكن أنا أعتقد بأن إيران تدرك بأنها ليست قوية في المنطقة، وأن هذه الأذرع إذا ما كانت هناك مواجهة حقيقية فأعتقد بأن مواجهتها ستكون سهلة جدا، سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في العراق أو سواء كانت في اليمن. ولكن لحد هذه اللحظة لا توجد إرادة دولية حقيقية على مواجهة هذه الميليشيات قبل أن تكون مواجهة لإيران. الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. اسمح لي دكتور فالح بسؤال أخير يتعلق باستهداف تلك المعسكرات الذي يأتي في وقت تتحدى فيه الميليشيات سلطة الحكومة، ويقول فيه معهد الدراسات الخارجية بأن استمرار هذا التحدي قد يقود إلى حرب أهلية. ما الشكل، ما المستقبل الذي ينتظر العراق في ضوء، وأنت تتحدث ليس عن 20 سنة كما تفضلتم في السابق، إنما عن سنوات معدودة ربما؟ هذا السؤال له علاقة بسؤال حضرتك الأخير. نعم. الميليشيات لأنها متعددة الولاء، القوى متعددة الولاء والاتجاهات، فتقرير اليوم، تقرير معهد الدراسات الخارجية يشير إلى هذا من طرف خفي. هناك حقيقة إذا اندلعت الحرب، طبعا إيران تريد الآن الدفع باتجاه اندلاع الحرب، ولذلك كما قلنا طبعا هذا التقدير، هذا تحليل قد يخطئ وقد يصيب، ولكن الولايات المتحدة تدفع إسرائيل للقيام بدلا عنها بهذه الضربات حتى لا تندلع الحرب. لكن إذا اندلعت الحرب في العراق، أول خطوة سيقوم بها الحشد هو السيطرة على بغداد وعلى الحكومة وإسقاط الوضع كله، وبالتالي يعني إذا تمت السيطرة على مقاليد الأمور في العراق بالنسبة لهم هكذا يفكرون، طبعا يسيطرون على بغداد وعلى لكن هذا سيكون سيناريو مختلف، لأنه عندها ستدخل الولايات المتحدة بخطط بلان اي وبلان بي، عندهم خطط كما ان ايران عندها خطط، واي ضربة لهذه الميليشيات ستفجر الاوضاع، لان هاي الميليشيات كما قلنا ليس لها ولاء واحد. تقرير معهد الدراسات الخارجية اليوم يشير الى هذا من طرف خفي عندما يقول ستكون هناك حرب اهلية. لماذا حرب اهلية؟ لانه هناك اكثر من ولاء واكثر من طرف ينتمي إلى أكثر من جهة معينة. أشكرك دكتور فالح الخطاب، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الأستوديو. شكرا.